يوم التقينا مع المديرين بتاع المؤسسات الصحيه والمدير العام للمستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه باش نعطيه الدفعه الاولى من المستلزمات الصحيه اللي وقع الاقتناء نتاعها عن طريق الولايه. وهذه فرصه معناها باش نثمن مجهودات نتاع كل المتداخلين سواء من سلطات جهويه ومحليه والوزاره على اساس انه تدعيم الصحه في جهه المستير. والمجلس الجهوي قام بصفقه هذه انطلاقا من تيفلي دينا فيها وقتها. المجلس الجهوي اقر المساعده اللي لازم تتعطى لجميع المستشفيات في ولايه المستير. الصفقه هذه تم الاعلان عن نتائجها في جوان 2021 واليوم بدينا ناخذوا في المعدات هذه يجيبوا فيها من عند المزودين. ثم معدات تم توزيعها، ثم معدات تم تركيزها مباشرة في الأقسام المستشفية، اليوم مجموعة أخرى وإن شاء الله ثم مجموعة أخرى باش يتم توزيعها على مختلف المستشفيات. الصفقة هذه تكلفت 623 ألف دينار، منها 250 ألف دينار موجهة للمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة والبقية على 9 مستشفيات في ولاية المنستير. الحقيقة جات في وقتها، خاصة أنه توا قاعدين احنا في سبيطار قسام الليل نحضروا باش نزيدوا 11 سرير أكسجين في قسم إيواء مرضى كوفيد، وهذوما باش ينفعونا باش يوفروا لنا معناتها العناية اللازمة بالمرضى سورتو لي مونيتور دو سورفيونس، كلهم معدات الحمد لله اللي جاو في وقتها.